انا سمعت منكم حاجه قبل البرنامج قبل الهوا، قلت له احنا الحمد لله كنا بنشوف في حالات اصابه موجوده والناس بتتكلم عنها، واحنا الحمد لله تمام التمام. احنا الحمد لله حصلنا بتحصين مصري، ما حصلناش بتحصين. في ناس بتروح تجيب التحصين المستورد بالعلبه ب 5000 جنيه، احنا العلبه عندنا دلوقتي ب 600 جنيه وبتحصن 16 عجل. بتتعامل مع الطب البيطري؟ بتعامل مع الطب البيطري باستمرار، انا على طول شغال مع الطب البيطري. يعني يعني الطب البيطري يعني الامصال اللي بتوفرها الحكومه هي اللي محافظه عندك على الامان الحيوي وعلى جوده عدم حدوث اصابات. بقى لها حوالي من سنتين او سنتين ونص كان في حمى قلوعيه دايره في على مستوى محافظات الفيوم، على مستوى محافظات مصر كلها. صح، كان في هجمه شرسه شويه. انا والله والله محصن عندي في المزرعه بمصري ما شاء الله، والله ما فيه 1% حمى قلوعيه ما شاء الله، والله ما فيه 1% حمى قلوعيه بالنسبه للتحصين المصري. والحمد لله طبعا طبعا شغالين من بقالنا دلوقتي من ساعه ما المواد الخام رفعت بنقلل بالنسبه من اكتر نسبه من بالعلاقه الخضراء، وهي جايبه نتيجه كويسه. جايبه نتيجه كويسه والحمد لله، وشغالين بيها بقالنا اكتر من سنتين شغالين بيها، وبتوجيهات الاستاذ الدكتور مصطفى وشغال معانا على طول يعني، وبنرمي ادريس حجازي بروتينه عالي جدا.